سنغادر فلسطين غدا إلى القاهرة مع ممثلي كافة القوى الفلسطينية لتوقيع اتفاق الوحدة الوطنية والمصالحة. هذا يوم تاريخي بالنسبة للشعب الفلسطيني، لأنه سيتيح لنا أن نستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، وسيتيح لنا كشعب فلسطيني أن نستعيد الديمقراطية التي تمزقت وفقدت نتيجة الانقسام الداخلي، وهو سيتيح لنا أن نبني قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني، وأن نتبنى استراتيجية وطنية موحدة لتحقيق الحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة لشعبنا. قرار إسرائيل اليوم بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للفلسطينيين هو عبارة عن قرصنة وحشية واعتداء على الشعب الفلسطيني. هذه ليست أموال إسرائيل، هذه أموال الشعب الفلسطيني يدفعها دافعو الضرائب الفلسطينيين، أموال مخصصة للصحة والتعليم ولرعاية المحتاجين في المجتمع الفلسطيني. والاعتداء الإسرائيلي والقرصنة ليس سوى عدوان حتى على الاتفاقيات التي يقول العالم أنه يريد أن نحترمها، وهو في نفس الوقت عملية ابتزاز إسرائيلي رخيصة في محاولة للتدخل في من يقود الشعب الفلسطيني ويدير أموره. هذا الأمر مرفوض وسنتصدى له بوحدتنا. لن تستطيع إسرائيل أن تكرر ما جرى عام 2007 عندما أسقطت حكومة الوحدة الوطنية من خلال استخدامنا ضد بعضنا البعض ومن خلال حصار الإجرام الذي جرى. العالم اليوم ليس عالم الماضي، والعالم العربي اليوم ليس عالم العربي كما كان في ذلك الوقت. اليوم لدينا حلفاء كثيرون، وبوحدتنا وتماسكنا سنفشل القرصنة الإسرائيلية وسنفشل الابتزاز الإسرائيلي، وسيختار الشعب الفلسطيني بصورة ديمقراطية من يقوده بحرية كاملة. نحن لن نسمح لإسرائيل بأن تمزق الوحدة الوطنية، ولكن ما جرى يؤكد أن حكومة إسرائيل ضد الديمقراطية وضد السلام العادل وضد حق الفلسطينيين في أن يختاروا قيادتهم بحرية وضد الوحدة الوطنية الفلسطينية. نحن نعرف موقف إسرائيل، هي قالته بصراحة أنها تريد أن نبقى مقسمين حتى نبقى ضعفاء لتملي ما تريد. لن نجعلهم ينجحوا، بوحدتنا سنتصدى لهذه الإجراءات الإسرائيلية ونفشلها.